الحديث أكثر مشاهدينا في هذا الموضوع، موضوع المقاهي الأدبية. نسعد أن ينضم إلينا من الجزائر العاصمة الروائي سعيد فتاحين، وهو أيضا ناشط ثقافي. أستاذ سعيد، أهلا ومرحبا بك في برنامج ضفاف، عيد مبارك وسعيد، كل عام وأنت بألف خير. بداية، ومن حيث انتهى التقرير، ما الذي تضيفه هذه المقاهي للمشهد الفكري والأدبي للجزائر عموما؟ وهل هناك مقاهي أخرى مشابهة لطونطون فيل في عموم الجزائر؟ أهلا وسهلا بكم، سعيد جدا بكم وفي هذه المثقفة الأدبية. صبيحة العيد، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. سعيد جدا بهذا اللقاء في التلفزيون العربي معك صديقي أو أخي خالد. طبعا بالحديث عن المقاهي الأدبية في الجزائر، هناك العديد من الفضاءات الثقافية التي تحاول أن تكون واجهة يعني ومكانا ومنعزلا بالنسبة للكتاب وللفنانين ولكل الناشطين الثقافيين في مختلف المجالات الأدبية. مقهى طونطون فيل أيضا هو مكان لرحلة البحث عن الحصول عن علاقات في كل ما يخص بالنشاط الثقافي، سواء التقاء المخرجين بالممثل أو التقاء الممثلين بالمخرجين أو كتاب سيناريو حول كل ما يخص النشاط المسرحي هناك. وأيضا نجد حتى الكتاب يذهبون ويجدون ذلك المقهى كمتنفس يعني ورحلة البحث عن إلهام جديد أو قضية مسكوتة يمكن أن الكتابة عنها. هناك أيضا العديد من المقاهي الثقافية في الجزائر، ولكن ربما لا تشاهد سيرورة كالمعتاد، ربما بحكم جوها أو ربما بحكم المجتمعات أو قلة المجتمعات الأدبية والثقافية. هناك مقهى المغرب، وأيضا هناك ساحة البريد المركزي المتعارف عليها التي يجلس فيها العديد من الكتاب والعديد من المثقفين، وتلتقي فيها العديد من المشاريع الثقافية. وأيضا ربما بات المقهى هو سبيل ومكان أيضا يختلي به الكاتب، حيث يمارس عزلته ويأتيه الإلهام من خلال وجوه الضيوف ووجوه الجالسين معه. وأيضا تعد هذه المقاهي الثقافية بمثابة شيء حي، وجب علينا أن نقوم بفتح العديد من الأماكن والانفتاح على المجتمع ككل بتأتيث وتأسيس هذه المقاهي الثقافية التي عرفت يعني خروج من ظلالها. سأضرب معك مثل لهذه المقاهي الأدبية في مصر سيد سعيد، يعني مثلا مقهى الفيشاوي في مصر اللي يعد من أشهر المعالم في العاصمة المصرية القاهرة وأقدم المقاهي فيها، يعني يعود تاريخه إلى القرن 18. بالتأكيد أن هذا المقهى اكتسب شهرته من يعني المثقفين والأدباء الذين يرتدونه، مثل نجيب محفوظ، عباس محمود العقاد، والشاعر كامل الشناوي. سؤالي، ما الجامع بين هؤلاء ليختاروا مكانا واحدا؟ هناك حكايتين يجب أن تأخذ باب التأويل فيها. إما ذلك المقهى أو ذلك المقام كان مسرحا مثلا لأحد شخصيات نجيب محفوظ، والتي قال أن رواية الحرافيش استمد كل شخصيتها من المقهى حتى نكون متعارفين عليه. وربما هو بمثابة إلهام مثلنا، مثل محمد فتيرينية الذي كتب على كافي ريش والتي تقع في مدينة وهران. وأيضا هناك حتى مقهى المغرب في العاصمة أمام ساحة الأمير عبد القادر، التي أين كتب الكاتب ياسين روايته نجمة. يعني هناك يجب أن نأخذ تأويلين، إما ذلك المكان كان محببا وكان متنفسا لذلك الكاتب فجلس به وعرف الناس حكاياته، وإما كانت أن مقهى الفيشاوي في حد ذاته كانت حكايته أكبر حتى يمكث فيه العديد من الكتاب ويجدون فيه أقاصيصهم وحكاياتهم وسردهم البديع داخل وجوه الناس هناك. يعني يجب أن نفهم أنه ربما هي مسألة تأثير وتأثر بالمكان والزمان مع الوقت،
ولكل مكان حكاية، ولكل مقهى ربما جماليات تجعل جميل أن الكاتب تكون هذه يغوص في. الفكرة هي سيدة الموقف، التأثير والتأثر بين الكاتب والمكان. أستاذ سعيد، طالما تتحدث عن الأدب، قلت بأنه عزلة الكاتب أو الأديب، وفي المقابل نحن نتحدث عن المقاهي. عند عامة الناس المقهى مرتبط بالصخب، كيف نربط بين هذه التوليفة؟ برأيك هل ما زالت المقاهي الأدبية الموجودة على قلتها الآن في الوطن العربي مكانا سجالات عفوا الأدبية، أم أنها للترويح عن النفس فقط؟ طبعا لو نتحدث عن بيئة المقهى الأدبي اليوم، ربما هناك العديد من الكتاب من يأخذون مسوداتهم ودفاتر الملاحظات ويقوم بالتدوين على الأقل مشهد أو فكرة، أو ربما تعجبه شخصية ما فيقوم بوصفها من ناحية المكان والزمان وكيف تتشكل الشخصية تلك داخل أحداث وربما أغوار قصة قصيرة أو رواية تكتب فيما لاحقا. هي يعني مجرد يعني بناء للأفكار داخل المقهى الأدبي، وأيضا بعدها يذهب الكاتب إلى عزلته ليحاول تطوير وتشكيل هذه النصوص. وأما اليوم يعني مع التفكيك ومع يعني أصبح المقهى الأدبي يزوره العديد من الزوار ربما لغاية الفضول وربما لغاية كسر النمط أو ربما لغاية الاكتشاف، أو ربما التقاء هؤلاء لما الكتاب أيضا. يعني أصبح وربما كأنه متحف يعني في بعض حالات مثل مقهى في القاهرة. في سؤال أخير سيد سعيد، ما سبب تراجع واندثار هذه المقاهي الأدبية؟ هل هو بسبب هذه الفضاءات الافتراضية والتطور الحاصل في تكنولوجيا نشر المعلومات والحصول عليها؟ هل أصبح هذا بديل عن المقاهي؟ إن إحدى زوايا ربما الحاضر اليوم هي هذه المقاهي التي في السوشيال ميديا، التي ربما أعلى ربما أحدثت يعني وجهة جديدة لربما حامل الهاتف في الفيسبوك أن يدخل إلى مقهى أدبي. ولكن عن نفسي أنا أحب أن أعيش اللحظة، وعن ربما عن أي كاتب ربما نسأله يريد عيش اللحظة داخل المقاهي حتى يكون أقرب من الشخصيات التي يكتب عنها، وحتى يكون ربما أقرب من القضية التي سوف يكتب عنها لاحقا. وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في اندثار هذه المقاهي الأدبية بشكل كبير، ويجب أن نحتفظ بهويتنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا ولساننا المسكوت الذي يمكن أن يخرج من معطف هذا المقهى، أو ربما يمكن أن يكون في حد ذاته مكانا وزمانا يعودون إليه الناس ويقولون وتشكل هنا كان طبعا يمكن. المقاهي الأدبية بهذا. أستاذ سعيد فتحين، ملتقى للأدباء والمبدعين أو مختلف الأطياف الإبداعية، شكرا جزيلا لك في هذا الحديث، أو على هذا الحديث الماتع، الكاتب والروائي سعيد فتحين، وعيد مبارك مرة أخرى، شكرا جزيلا. صح عيدك. شكرا جزيلا، صح عيدكم.